الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص وصلنا معكم إلى هذه الفقرة وقد اكتشف علماء الطبيعة يعني علماء الفيزياء أخيرا الفيزياء الحديثة بعد تجارب دقيقة فنية ان الاجسام، اكتشف ان الاجسام ان الاجسام مفعول لي اكتشف ان الاجسام مؤلفة من أجزاء ذرية لا تخلو من جرم، جرم يعني حجم، حجم طبيعي، بطبيعة الحال حجم رياضي بينهما يعني بين هذه الذرات أطوم الذرات تسمى أطوم بينها بين هذه الذرات من الفواصل أضعاف ما لأجرامها من الامتداد هي صغيرة جدا حتى الأجهزة لا يمكن أن تدركها والفواصل كبيرة جدا نعم. فلينطبق هذا القول يعني قول الفيزياء على ما اكتشفوه من الأجسام الذرية التي هي مبادئ تكون الأجسام المحسوسة وليكن وجود الجسم بهذا المعنى أصلا موضوعا لنا يعني بعدما أثبتت الفيزياء بالتجربة هذا الأمر يأتي الفيلسوف يأخذه كأصل موضوعي يبني عليه ماذا المسائل الجديدة الميتافيزيقا هذا هو المطلوب لا تقارب انت التجريبيات بعقل قبلي ابدا لا تصل الى الحقيقه ولا تقارب الفيزيائيات اي التجريبيات بعقل وضعاني لا يؤمن باصاله المعايير العقليه والميتافيزيقيه كذلك لا يصل الى الحقيقه مطلقا الوضعانيه المنطقيه ماذا تقول تقول كل ما لا يخضع للتجربه فهو لا معنى له أصلا لا معنى له احتلت الكرسي الفكر في الغرب خمسين سنة ثم زالت وراحت وانتفت لماذا؟ لأنها تريد أن تجعل أصالة الحس والتجربة والمادة هي ميلاك الحقائق لا هذا خطأ فالإفراط والتفريط كلاهما غير صحيح نعم الأصل الموضوع يعني نبني عليه مسائل فل... فلسفية نعم لو سلم ما يقال إن المادة يعنون بها الأجسام الذرية الأولى قابلة التبدل إلى الطاقة وإنها مجموعة من ذرات الطاقة المتراكمة كان من الواجب في البحث الحكمي يعني الفلسفي والميتافيزيقي أخذ الطاقة نوعا عاليا مترتبا على الجوهر قبل الجسم ثم ترتيب الأبحاث المتفرقة عليها على ما يناسب هذا الوضع فليتأمل يعني مسألة تحتاج إلى تأمل يعني جوهر بعده الطاقة وليس الجيز يعني بين الجوهر الأعلى والجسم فيه الطاقة ثم الطاقة تقيد نعم طاقة مكثفة جسم طاقة سيالة نور وهكذا فهذا أصل الموضوع يحتاج إلى تأمل فيزيائي أولا بدقة وهل الفيزياء اجمعت على هذا الامر وصارت حقيقه في فيزيائيه مطلقه؟ حينها الفيلسوف ينطلق في بحثه الميتافيزيقي ويقسم يقول الجوهر ثم الطاقه ثم الجسم ثم النبات ثم الحيوان ثم الانسان ثم الافراد. نعم. تم الفصل الرابع، ننتقل الى الفصل الخامس في ماهيه الماده واثبات وجودها. الماده يعني الهيولى. نعم الهيولة إذا امتدت بجسم الطبيعي تشكل الجسم ثم هذه الهيولة الممتدة المتب... بجسم طبيعي تسمى المادة الثانية للصور النوعية سيأتي إن شاء الله بحثه بالتفصيل لا ريب أن الجسم في أنه جوهر الجسم جوهر ملاكه ما هو قائم بنفسه يعني محيز بالقيام على قيام بنفسه وليس كالعرض فيصدق عليه عنوان الجوهر نعم وهذه بيناها بالتفصيل لا نعود اليها يمكن ان يفرض في ان يفرض فيه الامتدادات الثلاثه نعم يمكن ان يفرض فيه الامتداد الثلاثه أن الجسم في أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه الامتداد الثلاثة هذه يأكل قيود خبر أن ما هو أن الجسم أمر بالفعل نعم أمر بالفعل نحاس عندك ذهب عندك ما عندك بالفعل أم لا أم بالقوة لا بالفعل بالفعل في النطفة الإنسان بالقوة أما الإنسان الذي يدب على الأرض ويتحرك ويتحدث ويتكلم وينهب ويسرق ويصلي ويسقط ويتوب هذا بالفعل لا تقول بالقوة نعم فالأجسام كذلك بالفعل عندك زجاج عندك ذهب آمر بالفعل وفي أنه يمكن أن يوجد فيه كمالات أخر أولية مسمات بالصور نوعية التي تكمل جوهره وكمالات ثانية من الأعراض الخارجة عن جوهره أمر بالقوة إذا هنا عندنا قضيتان مسألة خذ أنت الآن الجسم بالفعل يعني ذلك الامتداد بالفعل أم لا بالفعل عندك جزء. كيف صار نحاسا كيف صار ماء؟ هو امتداد قلنا الامتداد لا بشرط الامتداد مبهم كيف صار غير مبهم بصوره مائيه بصوره نحاسيه ذهبيه مائيه ناريه انت ترى الاختلافات يعني عنده قابليه ان يتطور الى صوره تنوعه تسمى الصوره النوعيه يعني هذا الامتداد يصير حقيقة أخرى نارا نحاسا ماء ذهبا ألماسا من حقك هذا السؤال حتى نتحرك ببطء ولا نتسرع شيخنا العزيز هذه الصور المميزة صورة النارية الصورة المائية الصورة الذهبية الألماسية فيما تفرق عن ذلك الامتداد الامتداد مبهم لا يعطيك هذه الصور امتداد فقط امتداد ميتافيزيق طبيعي لا بشرط إذاً يجب أن يتلقى بكمال جديد يجعله نارا ماء نحاسا ألماسا وهكذا إذاً هو عنده قابلية أن يتلقى إلى صور أخرى تسمى الصورة النوعية لنتنوعه فنقول هذه نار وهذا ماء وهذا نحاس وهذا فضة أليس كذلك؟ نعم عنده قابلة للتكامل إذا حيثية الفعل في كونه امتدادا غير حيثية الترقي القوة استعداد إذا كم حيثية فيه؟ في حيثيتان حيثية الفعلية والاستعداد القوة إذا قلت فعلية يعني قوة ما فيه إذا تقول قلت قوة فعلية ما فيه فاجتمعت في حقيقه واحده حقيقه فعليه وقوه حتما اذا اجتمعت حيثيه الفعليه والقوه من جهتين لا تجتمع من جهه واحده مبدا التناقض يقول له. يعني ذلك الامتداد فعليه من حيثيه وقوه من حيثيه نفسها اجتماع الناقضين المعايير العقليه دائما حاضرة حتى ما تخرب أنت الوجود ما تخرب خلق الله تعالى فلا تقول ذلك الامتداد الذي سيصير نحاسا أو ماء أو ذهبا أو تفاحة لا تقول ذلك الامتداد من حيث أنه بالفعل هو بالقوة تخرب نظام الوجود الخلقي معايير العقلية تقول فهمك هنا لا يطابق الواقع خلاف ما صنعته الحكمه الالهيه في الوجود. اذا اذا وجدنا في ذلك الامتداد بعد هو الفعليه وبعد هو القوة فمن جهتين. ثم اذا عانق هذا الامتداد صوره نوعيه ما صوره نوعيه ما مثلا الصوره الناريه تشكلت النار تاتي كمالات اخرى اسمها الكمالات الثانويه ما هي؟ الاناره، الدفء، والإشعاع إذا أخذت الوردة عندك صورة نباتية مع امتداد هذا الامتداد الطبيعي المبهم تشكلت الوردة يعني بالصورة النباتية تشكلت الواقعية الوردوية ثم تأتي الكمالات الثانية جميلة لطيفة لها شكل هذه الكمالات الثانية هي الأعراض دقق جيد في المتر لا ريب أن الجسم في أنه جوهر يعني قائم بنفسه يمكن أن يفرض فيه الامتدادات الثلاث أمر بالفعل يعني ممتد بالفعل ممتد بالفعل وأنت تراها بالشهود وفي أنه يمكن أن يوجد فيه كمالات أخرى أولية هذه الكمالات الأولية مسمى بالصور النوعية التي تكمل جوهره من الامتداد المبهم الى الناريه الى المائيه الى الالماسيه الى الورديه الى التفاحيه. الامتداد لا بشرط مبهم مبهم. الطفل الصغير يلعب بالعجينه يجعلها مكعبا يجعلها اسطوانه مخروطا مكعب كره هذه الاشكال في هذه المادة بمثابة يعني من باب القياس بمثابة الصور النوعية أشكال صور نوعية فرق فقط هذه الأشكال أمور عدمية نهاية الجسم تلك واقعيات حقيقية الصورة النحاسية واقعية الصورة النارية واقعية الصورة المائية واقعية الصورة النارية واقعية إذا يأتي كمال أولي في صميم الواقعية تسمى الصورة النوعية ياتي بيانها بالتفصيل وياتي بيان خصوصياتها ثم فقط هذه الصوره المنوعه لا الصوره المنوعه تاتي باعراض بكمالات ثانيه لها فتحتاج فقط الى متكا ذلك الامتداد هذا كله ما سمعته انت هذا في البنيه المنطقيه يعني في بنيه المعرفه اما الله تعالى اول ما خلق خلق الواقعيه دفعه واحده لما خلق الورده يعني هو لم يجعل الامتداد ثم الامتداد بقي بطانا ثم بعد دهر جاءت الصوره الورديه يعني الصوره النباتيه ثم بعد ظهر جاءت الاعراض من جمال وشكل ولطافه لا لا ابدا دفعه واحده خلق هذه الورده ثم هذه البنية الخلقية البنية الوجودية ثم يأتي العقل يعتمد على المعطى الخارجي والمعايير العقلية يكتشف هذه الأبعاد كم بعد أربعة بعد هيولة سيتبين لك الآن بعد الامتداد الطبيعي بيناه الصورة النوعية والأعراض كم أربعة أبعاد ممكن حتى خمسة نعم وكمالات ثانية من تجرها الى الامتداد صوره نوعيه وكمالات ثانيه من الاعراض بيانيه الخارجه عن جوهره خارجه عن الجسم لان الاعراض قائمه بالجسم امر بالقوه يعني الامتداد متى يصير نحاسا ورده ماء بالقوه يجب ان يتكامل يجب ان يترقى وحيثيه الفعل غير حيثية القوة من يفتي بهذا مبدأ التناقض يقول إياك أن تدمج, القوة في الفعلية يعني أنت تخرب الوجود ترفع الوجود إذا مبدأ التناقض صيغة في عبارة ما هي وحيثية الفعل غير حيثية القوة كما يساغ في الأصول وفي المنطق وفي العلوم الأخرى بعبارات تناسب ذلك الموضوع إذن هذا تجلي تجلي حضور لمبدأ التناقض نعم وحيثية الفعل غير حيثية القوة لما أن يبين سيد لما أن الفعل لما أن الفعل لا يتم إلا بالوجدان الفعل يعني وجدان كيان موجود متحقق نعم والقوة تلازم الفقدان ما معنى الفقدان يعني يجب أن أتكامل نعم مثال عرفي الشاب قبل الدخول الى الحوزه هو بالقوه ام بالفعل للصوره العلميه الاجتهاديه تقول بالقوه بعد ما عنده لا يسمى مجتهدا فيدخل في السياق التي الذي يتكامل فيه حتى تتعين هذه الصوره العلميه الصوره الاجتهاديه مثال يقرب المساله والقوه تلازم الفقدان والفعليه لازم الوجدان وجدان غير الفقدان والفقدان غير وجدان فلا غير وجدان فلا يجتمعان فالذي يقبل من ذاته فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الاولى يعني الصور التي تنوعه والثانيه يعني الاعراض الممكنه فيه ويتحد بها امر غير غير صورته الاتصاليه التي هو بها بالفعل هنا سيد العلامه يقفز الى مقدمه اخرى يقول الامتداد هذا الامتداد، هذا الامتداد فعلي أم بالقوة، لا تقول امتداد فعلي، الامتداد الفعلي كل فعلية منغلقة. بما هي فعلية منغلقة لا تتكامل، إذا الذي يعطيه القوة التكامل هو بعد آخر وهو الهيولى، يعني المادة الأولى الهيولى. إذا الجسم قبل مجيء الصورة النوعية، إذا أنا تحدثت بهذا المنطق قبل مجيء هذا في البنية أين في البنية المنطقية يعني في البنية الفهمية ليس في الواقع الخارجي الله تعالى يخلق الحديد دفعة واحدة النحاس دفعة واحدة هنا الترتيب ماذا ترتيب المنطقي عادة الترتيب المنطقي يأتي بالعكس الترتيب الخارجي إذا عندنا امتداد وعندنا هيولة تقبل لأن الامتداد بالفعل إذا لم يكن بالفعل لم تكن هناك واقعية إذا اكتشف العقل الفلسفي هناك الهيولى، يعني هذه القوة التي تقبل الكمالات الآتية، يعني الصورة النوعية والأعراض. متحدة مع الاتصال. فالاتصال فيه مادة، يعني هذا الامتداد تلازمه المادة. هذا من اكتشاف أرسطو. المجموع إذا جمعناه يسمى المادة الأولى. المادة الثانية لمن؟ للصورة النوعية يعني الصورة النارية، الصورة الذهبية نعم يقول فالذي نعم فالذي يقبل من ذاته هذه الكمالات الأولى يعني الصورة النوعية التي تنوعه نحاسًا تنوعه ذهبًا تنوعه وردة والثانية الممكنة فيه يعني والثانية يعني الأعراض من شكل من جمال من طول وعرض والثانية الممكنة فيه ويتحد بها امر غير صورته الاتصالية، غير ذلك الامتداد الاتصالي الذي هو بالفعل، الذي التي التي هو بها بالفعل، فإن الاتصال الجوهري يعمق فعلية الاتصال الجوهري، فإن الاتصال الجوهري من حيث هو اتصال جوهري لا غير وأما حيثية قوة الكمالات اللاحقة من صورة نوعية وأعراض وإم وإمكانها أمر خارج عن الاتصال المذكور خارج منطقيا أما في الواقع الخارجي هم في حالة اتحاد شديد مغاير له فللجسم يعني هذا الجسم الذي نراه وراء وراء اتصاله الجوهري جزء آخر حيثيته حيثية ذاته حيثية قبول الصور والأعراض اللاحقة الصور يعني الصور الجسمية الصورة النوعية والأعراض وهو الجزء المسمى بالهيولة الهيولة والمادة المادة الأولى طبعا هيولة المادة هيلي أرسطو تأمل في الواقعيات المادية قال ما هو حيثية الاشتراك فوصل حيثية الاشتراك يعني هذه الكثرة تعود إلى وحدة وهي المادة وإلا لا ينسجم نظام الوجود نعم هذا مبنى ميتافيزيقي المبنى الميتافيزيقي يمكن الاختلاف فيه. أما المعايير العقلية لا يمكن الاختلاف فيها لا يمكن خلاف البنية البنية الوجودية نعم فتبين أن الجسم جوهر مركب من جزئين جوهريين المادة الأولى التي نيتها يعني حقيقتها قبول الصور المتعلقة نوع تعلق بالجسم والأعراض المتعلقة بها يعني كل الكمالات التي تأتي ببركة هذه الهيولة هذه المادة الأولى والصورة الجسمية يعني الامتداد وأن المادة جوهر قابل للصور والأعراض الجسمية يعني الشكل واللون وما شبه ذلك وأن الامتداد الجوهري صورة لها هنا قبل ما تجي الصورة النوعية بعد ما نتكلم عن الصورة النارية المائية لا معنى في ذاك ذلك الامتداد الذي نراه في الجسم ما هو مادة وصورة جسمية المجموع يشكل مادة ثانية للصورة النوعية الصورة النوعية ما تتعامل مع الهيولة لوحدها مع الامتداد يعني الهيولة الممتدة هيولة ممتدة هذا الامتداد مبهم بالإبهام الميتافيزيقي يعني لا تجد له صورة محددة ثم تأتي الصور النوعية تحدده ماء ذهبا فضة ألماسا وتفاحة وردة وهكذا نعم إذا جاءت الصورة النوعية ترى فيها الحيثيات أو الأعراض بقول المهويين شكل جمال لون و من الأعراض نعم لا يقال إشكال. إذا الآن وصلنا إلى ماذا؟ وصلنا إلى هذه المادة أمام الزجاج هذا الزجاج أمامي أو هذه الفضة في الخاتم أو هذا العقيق لا فرق هذه الطبع. طبائع الخلقية المادية. نعم. متشكلة من أبعاد متعددة نظمها في البنية الوجودية بنوع ونظمها في البنية المنطقية والفهمية بنوع آخر نعم عندنا هيولة غاية الإبهام والقوة حقيقتها قوة فقط قابلية ثم تمتد امتدادا مبهما ملاك الامتداد الإبهامي هو الصورة الجسمية الصورة الجسمية ليس الصورة النوعية الصورة الجسمية ما هي ذاك الامتداد المبهم بالإبهام الميتافيزيقي ليس بالإبهام العرفي يعني غير متعين بصورة تحدده وتنوعه وتميزه ثم هذه الهيولة مع ذلك الامتداد المجموع يشكل ماذا؟ مادة ثانية لمجيء الصورة النوعية التي تنوعه تنوعه نارا تتميز عن الألماس تعينه ألماسا يتميز عن النحاس، تعينه نحاسا يتميز عن الورده وهكذا. ثم الصوره اذا حلت في ذلك الامتداد الهيولي وتشكلت الواقعيه الورديه النحاسيه الذهبيه الالماسيه تجد الاعراض حاضره، لماذا؟ لان الاعراض افاض الصوره النوعيه. ولهذا الاعراض تختلف من واقعيه الى واقعية أخرى نعم لا يقال إشكال خلوه إن شاء الله لأنه طويل فإنه يقال طويل الإشكال نخليه إن شاء الله إلى حصة أخرى ونبسط البحث فيه لأن يعني الوقت بقي قليلا فلا يتسع إلى أصل الإشكال ناهيك عن الجواب للسيد العلامة ديس سره اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و محمد